ما تقولش يا نعم لا كلام تسيبيني وتحلقيني يا مدام يا بنت يا إلهام أنا عايز أعمل حمام يا دعيب يا عيب صاحبك يا إلهام مستر باهم ايه ده؟ شايفين؟ إعلام ماجد ماجد عشان الناس إعلام رد عليا ماجد ماجد انزلي بالهدوء استرجلك انت ارجع من الحرير إعلام انت ماجد هبت يا ابني بالادب ما في رجل هنا ينزل انزلي لي يا اهدى انزلي ماجد حد جاب ايه؟ اهدى ماجد انزلي يا إعلام ماجد انزلي انزلي يا مرمين انزلي يا عزيز رجال انا اتكلم معاك جايب عيلتها كلها يا ما تفرجش على الدنيا راح فين؟ راح فين؟ انا ما بخافش من حد ايوه عزيز رجال اتكلم معاهم بس احنا عندنا في الصعيد بيقولوا ان الجري نص الجدع ولا غل الواد انت ماجد برضو كان لازم تقول يا ماجد جايبنا يعني تعبانين بس بص خلي لسانك حلو الناس دي محتاجه سلاح جيب سلاح يا بقى خالد خالد يا الهام انزلي انا جاي اخد حقي ولا انت تعمل لي فيها مجنون انا هجن من اهلك اهلي بقول لك انا جاي اخد حقي جاي اخدها تاخد مين يا ابن العبيطه مين الواد ده؟ أنا اللي ماشي مع خطيبتك يا حالتها أنا اللي ماشي مع خطيبتك يا حالتها حالتها لما فعتوش الواد ده علي تموت حالا أبوظ الجوازة دي علي تموت؟ تعالوا لا الحمد لله بقينا أحسن احنا عملنا غسيل معدة علشان كنت شارب كتير ايه يا راجل كنت هتنتحر ولا ايه لا مش عايزك تتكلم عايزك ترتاح خالص وتاخد نفس طبيعي وانا هبعت حد يكمل الاجراءات ارتاح خير يا دكتور انتوا اهله كان مضروب وسكران سكران يا نهار اسود على فكره انا ما رضيتش اعمل له محضر علشان شكله ابن ناس ومين اللي جابه هنا يا دكتور شويه عيال مساطيل خلي بالكم منه لو جيت هنا انا هعمل له محضر الف سلامه الله يسلمك ألف سلامة عليك يا ماجد يا حبيبي اللي حصل يا سعادة البيه خناقة بسيطة خناقة سكران وبتتخانق معلش لما نروح البيت مين اللي عمل فيك كده يا ماجد قولي لا يا يما لا بخطوبتها دلوقتي ضاعت مني يا يما ضاعت خلاص يقطع إلهام وسنين إلهام معلش يا حبيبي ربنا ان شاء الله يعوضك باللي احسن منها ما تزعلش معلش بابا انت نازل ولا ايه مش هتفطر معانا لا يا حبيبي النهارده انا مش هفطر معاك لاني مشغول جدا جدا ومش فاضي بقول لك يا بابا خير اصل انا عايز اودي العربيه للتوكيل بصراحه وما معيش فلوس بس كده حاضر يا سيدي اتفضل وانا يعني عندي اغلى منك يا سلوي خد الفيزا كارت دي اصرف منها اللي انت عايزه وبقى راجعها لي بالليل يا حبيبي حبيب قلبي يا بابا اللي بتخلص انت على طول بقول لك ايه وانا سمعتك كده وانت بتخانق مع ماما بالليل هو في حاجه لؤي ما تجيبليش سيرتها سيرتها بتنرفزني بتثير اعصابي يا ساتر اعوذ بالله منها اعوذ بالله منها والله عندك حق يا بابا والله عندك حق ده انت راجل محترم ده انت راجل مية مية او كده بقى
يقعدوا لهم شهرين ثلاثة في الخناقة دي براحتهم، ألعب أنا بقى براحتي. العب يا لولو قوي، ما تلعبش عادي. لؤي لؤي أنا رايحة النادي، الفطار جاهز. ها ده إيه الشياكة والجمال والحلاوة؟ إيه البرفيوم ده يا مامي؟ قولي لي اسمه إيه؟ بكاش. عايز إيه؟ هو الحقيقة يا ماما أنا عايز أودي العربية للتوكيل، وأنت عارفة إن أنا اليومين دول ما معيش فلوس خالص، وبعدين يرضيك يا ماما، يرضيكي بذمتك، ألاقي بابا نازل، أقول له بابا أنا عايز أودي العربية للتوكيل، يبص لي كده بمنتهى القلاطة ويخلع. يخلع؟ إيه الكلام السوقي ده؟ مين قال كلام؟ انا قلت يخلع يخلع. لا 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 انا ما قلتش الكلام ده يا ماما، بقول يخرج يا ماما يخرج. سامت سامع كسبت الكل. يا قمر انت ماشي، هدفع لك الفلوس لما ارجع من النادي. المهم عندي يا لؤي، ايه اخبار المذاكره؟ لا يا حبيبتي المذاكره دي انا عايزك تنسيها من دماغك تماما، زي ما وعدتك انت مالكيش عندي غير النتيجه اخر سنه وبس. انا ما بخافش غير من الثقه الزايده دي، كل سنه بتقول الكلام ده وكل سنه بتسقط. ولد بكاش تتمرني في دماغي ولا ايه يا ماما؟ لذيذة قوي ماما دي. خلينا في اللي احنا فيه. سامع جاي لسيادتك عشمان في كرمك حبتين يا بص. خير؟ أنا باشا محتاجك تزود لي بس الكمية حبتين. أنا مديك حصتك يا طلبة. يا باشا أنا عايز بس يعني فرشين ثلاثة أربعة دلوقتي حالا. احنا يا باشا ربنا فتحها علينا والشغل كبر. الله. احنا بس فتحنا فرع جديد في الجامعة فبياخد زيادة حبة. جامعة؟ سعادة الباشا. رأيت الطلبة داخلين على امتحانات وعايزين يتكيفوا تمام علشان يعرفوا يركزوا ويحفظوا الكلمتين. بعدين بقى احنا عملنا خطة تسويقية جديدة عايز اقول لسيادتك عليها. احنا دلوقتي هنجيب كيس كده ونحط فيه جوانين. خلاص خلاص انت هتحكي لي. اطلب لي الواد على السبيكر. طلعت يا باشا؟ ايوه تحت امر سعادتك. افتح السبيكر يا باشا. ولا طلعت يا خال؟ عليا النعمه خالي وخالي العيال. ازيك يا برنج عامل ايه؟ قول لي يلا الشغل عامل معاك ايه؟ 100 فول و17 يا برنس. وعهد الله لو تعرف هنا الشباب بيعملوا ايه عليك يا برنس. انت في الجامعه هنا كل الشباب عايزين يبوسوا ايدك يا برنس. بس انت بس زود لنا الدنيا كده وهنوصل نجمع على امريكا وعهد الله. ولا انت خلصت الكميه اللي معاك ولا ايه؟ يعني يا برنس يومين كده ثلاثه وبعون الله نكون جبرنا. يا برنس يا برنس اظبط لي الكميه وكتاب الله في ظرف شهور اوصلك لجامعه الدول العربيه. طب خلص اللي معاك وتعالى لي. سلام. تراك يا باشا. الواد ده عايزك تحط عينك عليه. شد عليه وارخيله، عايز عضمه ينشف. اشد عليه وارخيله. ماشي يا باشا، نرتب لي. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ قلبت الجامعه غرزه يا روح امك. يا باشا انت بتعرفنيش يا باشا ولا ايه؟ ام خالتي الامين كريم معاكم. ما نعرفوش. يا باشا ما تصحبوش ايه بس يا باشا؟ استنى بس وعاد الله دي مش غرزه يا باشا. اخلص يا باشا اللي معاك يا باشا. دي مش غرزه، انت شجره صفرا يا باشا. استنى يا باشا الفلوس تصغر النبي يا جدعان. هات عضلات الحرس يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تخطب؟ تخطب مين يا موكوس يا ابن الموكوس؟ عايز تخطب وانت لسه طالب في الجامعه؟ ما هتستناني. هتستناني لغايه ما اتخرج واشتغل. تشتغل؟ هو انت نافع في شغل ولا نافع في تعليم؟ ما انت لو كنت مشيت دغري كان زمانك هتتخرج السنه الجايه، انما لا ده انت لسه فاضل لك سنتين وانت بتاخد السنه في سنتين، يعني هقعد اصرف اربع سنين على حلوف زيك. هدي نفسك يا عبد العليم، لحسن يا اخويا السكر يقل عليك. سكر؟ هو ده اللي قدرت عليه ياما؟ حاج يا حاج دي هتبقى قرايه فاتحه، يعني حاجه عبديه كده مش مكلفه. ومين اللي هيدفع؟ اقف جنبي. يلا يلا قوم يلا من هنا قوم، لغايه ما تعرف معنى الرجوله ابقى تعالى لي. اتفضل بره 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 البيت. اوفر قوي اللي انت بتعمله. يلا يا عم مراسيل مراسيل وعايزك ضروري، في ايه مالك؟ اسكت يا برنس، سرقوني في الجامعه
خلاص ياخدوا الهدمة اللي عليا. نعم يا حبيبي، الكلام ده انا ماليش فيه. تقب وتغطس وتجيب لي الفلوس. وانا بقول لك كده عم طلب عشان تقول لي كده. انا بقول لك كده عشان تصبر عليا شويه، وانا هجمع الفلوس والله واديهم لك. يا حبيب قلبي دي لو فلوسي اصبر عليك بدل اليوم سنه، لكن دي فلوس ناس. ربنا يكفيك شر حاجه الناس. يا برنس وعهد الله، وعهد الله ما هتصبر عليا كتير. انا خلاص نازل شغل بكره، واول ما انزل شغل هجمع اي فلوس واديها لك اول باول. يا عم شغل ايه بقى، ما تقعدش تفلق دماغي. شغل ايه يا ابو شغل وانت فالح في اي حاجه؟ انت حتى شغلانه الجامعه اللي جات لك كده، السبوبه الحلوه دي، ضيعتها بغباوتك. والنبي يا برنس ما تقطمني وتجيب لي سيره الجامعه، كفايه اللي حصل لي من وراها. مش انت غشيم وعبيط وما بتسمعش الكلام. نهايته. عايز تشتغل ايه؟ يعني يا برنس هدرب المنتخب. اشتغل كهربائي. كهربائي؟ اه كهربائي، الشغلانه اللي اتفطمت عليها. وماله؟ انا مش هرد لك كلمه. هتشتغل كهربائي ومن بكره تروح للواد عطيه بتاع المعتمديه وتشتغل معاه. تمام. تسلم يا برنس. كهربائي؟ اه ومانو كهربائي. هو في احسن من الحلال يا برنس؟ الاستقامه حلوه. عشان تلحق محاضراتك. الحق ايه؟ ها؟ محاضراتي؟ ماما سيبيني انام. اقول لك ايه؟ انا مستحملاك وساكته وصابره من زمان، خلاص تهقت. في ايه يا حبيبتي مالك؟ انت فيكي حاجه يا ماما؟ انت بتستعبط يا ولد؟ بتستعبط؟ ها؟ بتستعبط؟ سقوطك كل سنه، الجامعه ما بتروحهاش، كل ليله سهر وشرب وقرف. ده انت حتى ما بتداريش قرفك وسجايرك عني. راعي شعوري، راعي شعوري على الاقل يا عديم الربايه. ماشي يا ماما، فعلا انت عندك حق، انا فعلا غلطان في حق نفسي. صدقيني اوعدك ان انا هراجع كل حساباتي، بس اديني 3 دقايق. 3 دقايق انام. انا ما نمتش غير ساعتين بس. صباح الخير يا حبيبتي. هقوم اروح لك الجامعه واعمل لك كل اللي انت عايزاه. اقول لك ايه؟ حرام عليك، حرام عليك يا لؤي. انت عارف يا ابني انا بحبك قد ايه؟ انت عارف انت لؤي حبيب مامي. في ايه يا ابني؟ انت بتدمر نفسك بايدك ليه؟ يا مامي اوعدك اني انا مش هدمر لك نفسي تاني، بس اديني فرصه انام واقوم اعمل لك كل اللي انت عايزاه. مفيش فايده، مفيش فايده. نام نام وخد دول معاك. مين دي؟ انت مش ناوي تيجي تبص لك بص على الشركه وتعرف ايه اللي بيتم فيها يا ابني؟ دي فلوسك وشركتك يا حبيبي. يا بابا انا ماليش في موضوع السياحه ده خالص، انت عارف كده. امال ليك ايه بالظبط؟ لا ليا في كتير، دراسه، نجاح، مستقبلي، كل ده. انت عايز تفهمني انك السنه دي هتنجح من اول مره يعني؟ شوف يا داني، شوف يا داني، انت ليك عندي ان انا انجح اخر سنه وبس. مفيش حاجه بتفرسني قد الثقه الزايده دي، زي الثانوية العامة اللي خدها في 4 سنين وسنتين في سنة أولى. إيه اللي حصل في الآخر؟ بذمتك يا مامي إيه اللي حصل في الآخر؟ مش نجحت؟ فلوكوا عندي إن أنا أنجح وخلاص. بس ده برضه ما يمنعش إنك تمر عليا في الشركة وتقعد معايا وتفهم كل حاجة ماشية إزاي في الشركة. يا ابني أنا لو مت ولا جرالي حاجة أنت هتدور الشركة دي إزاي؟ ما تقولش كده يا بابي. إن شاء الله هتعيش وهتعيش كتير كمان، وهتعمل شغل كتير قوي، وهتعمل صداقات كتير قوي. ايه صداقات كتير؟ صداقات يا مامي، صداقات، صداقات ما بين شركات وما بين الشركات التانية عشان الشغل يكتر. الشغل الحلو يعني. انا بس عايز افهم حاجة يا لؤي، انت ايه يا ابني بتروح الجامعة فاضي كده من غير اقلام ولا كشاكيل؟ ايه بتكتب على ايدك؟ وليك يا شروق، اما الكبار يتكلموا الكيجي تو اللي في سنك يسكتوا خالص، فاهمة ولا لا؟ ايه كيجي تو؟ سامع يا مامي؟ سامع يا داد؟ على الأقل بقى أنا مش فاشلة زي ناس، ها؟
الله 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 الله، ما تخليش انا اللي اتكلم. البيبي والشات لغايه الصبح واللوك لوك 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 طول الليل. اسكت ولا كمل؟ لو اي حبيبي. بص بقى احمرت. حد يكلم بنوته كده؟ ودي مش اي بنت، دي اختك الصغيره. سوري يا مامي، لما اخذها كتكوت لما هاجي اجيب لك الكوكيز اللي انت بتحبيه. ايه يا حبيبي، انت لحقت تاكل؟ اه يا حبيبي الحمد لله، اصلا النهارده مستعجل جدا. اتعرفت يا بابا على حته تعينت عندنا حته دكتوره، مش قادر اقول لك ايه الجمال ده، قصدي ايه الاخلاق دي، ايه العلم ده، ايه الثقافه دي. هي ثقافتها يعني شويه مختلفه عننا، انما مش قادر اقول لك. واهم بقى ما يميزها انها بتعمل على مد جسور العلم ما بين الطلبه وما بين المعلمين. واخد لي بالك انت؟ ها، واسمها سوسو، الدكتوره سوسو. وهي سوسو بقى، قصدي الدكتوره سوسو، بتدرس لكم ايه في الجامعه يا حبيبي؟ ملكيش فيه. ماليش فيه؟ سامعي يا مامي بينفذني تاني. خلاص خلاص كفايه كده يا ولاد، انت مش محاضراتك لازم تلحقها، يلا بقى يلا على الجامعه، كفايه رغي. معاك فلوس؟ ها؟ معاك فلوس؟ هو معاه حاجه غير الفلوس؟ ازاي تقولي كده يا مامي؟ اه طبعا معايا مفتاح العربيه والموبايل. يا بكاش. باي. على فكرة يا ريتك يا محسن تبقى أكتر إيجابية وتكون متواجد في حياة ابنك. جراية يا فريدة، أنت عايزة تحمليني مسؤولية تربية لؤي؟ يا هانم أنت أمه اللي قاعدة معاه طول النهار مش أنا. ما قلناش حاجة يا محسن، ما قلناش حاجة، ماشي، بس على الأقل اسأله الفلوس دي بيوديها فين؟ يا هانم المفروض أنت اللي معايا تراقبيه وتوجهيه، بس للأسف سيادتك مش فاضيالة. الصبح في النادي وبالليل في حفلات صفوة المجتمع والشلة العجيبة اللي انت ماشية معاها. شلتي على الأقل معروفة، لكن انت شلتك مين؟ فريدة، إذا هنتناقش مع بعض أكتر من كده هنتخانق زي كل مرة. على العموم أنا خارج وهتأخر بالليل. أبوس إيدك يا جميل، احتويني يا جميل، خدني تحت جناح. حول ولا قوة الا بالله، اعمل بيك ايه بس؟ يا عم ده انت فشلت من اول اسبوع. يا كبير ما انت عارف ان ده مش قاضي، ما انت عارف ان انا كهربائي. انت بقى لا نافع لا كهربائي ولا سرسجي. والنبي يا كبير اقف جنبي، احتويني، علمني، وهتاكل من ورايا الشهد والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعلنا من قطعين الارزاق يا رب. ماشي يا طلعت، يعني اعتبرها اخر مرة؟ اعتبر لي اخر مرة وهتشوف، هعوضك على كل اللي فات. ماشي، انا هنسى اللي فات وهعمل معاك اتفاق جديد. فاكر الواد اللي كان راكب العربيه السكور اللي جه على ناصيه الحاره عندنا واشترى منك فرش كامل؟ وده ماله ده؟ الواد ده ليه في البودره طلعت؟ بودره ايه؟ بقى تستعبط فيها ولا ايه؟ بودره تلج يا حبيبي، بودره تسلخات، بودره يعني هروين، يعني كوك، حاجة تانية خالص. لا وإيه؟ مكسبها أكتر من البن الطاقة 10. ما تكلمني، هو في الجامعة الأمريكية، خليه يدخلك السوق ده. بس يا كبير الموضوع ده كبير. يا عم أنت فيه إيه؟ صدقني يا طلعت، أنت لو دخلت الكار ده صدقني هتعوض كل خسايرك في أقل من أسبوع، وعد الله. لسه صغير يا كبير، ما تشيلنيش مسؤوليه اكبر مني. وبعدين بقى طلعت انا ماليش في اللوكتوك والكلام الكتير. الله، واحد غيري كان زمان دلوقتي علقها بسبب الفلوس اللي عندك، لكن انا قلت اعمل باصلي واقف جنبك لاخر نفس.